دلوقتي يجي معادنا مع الأخبار اللي هتحصل النهاردة. من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة حينظم احتفالية تكريم للمتفوقين من الطلاب الأوائل ذوي الإعاقة، ومنها أيضا القافلة الطبية لمشروع حياة كريمة هتقدم خدمات الكشف والعلاج المجاني لأهالي قرى مدينة سفاجة. والنهاردة أيضا ماتش نهائي في مونديال كأس العالم 2022 ما بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الفرنسي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة هينظم احتفالية تكريم المتفوقين من الطلاب الأوائل ذوي الإعاقة للتعليم العام والأزهري، وكمان تكريم النماذج المتميزة والموهوبين في مختلف المجالات. الاحتفالية دي بتستهدف تقدير ودعم وتشجيع الطلاب الأوائل من ذوي الهمم على تفوقهم العلمي. النهاردة هتعقد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الملتقى العلمي الـ14 تحت عنوان اللغة العربية، لغة كتابة وهوية أمة، وده في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية. النهاردة هتنطلق على مدار يومين القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة في قرى مدينة سفاجة، وهتكون النهاردة في قرية النصر وقرية أم الحويطات لإجراء الكشف الطبي وصرف العلاج على الأهالي مجاناً. لعشاق كأس العالم موعدهم النهاردة مع مباراة نهائي المونديال، واللي هتجمع بين الأرجنتين وفرنسا على استاد لوسيل الساعة 5 بتوقيت القاهرة.